السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى أبرز ما تداولته الصحف العربية والعالمية لنهار اليوم، والتي لا تزال أو لا يزال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة يتصدر عناوينها. وفي هذا الخصوص عنونت الديار اللبنانية صدر صفحتها إضراب عالمي لوقف الإبادة في غزة، والخلافات بين واشنطن وتل أبيب تتفاقم، بلينكن بعد الحرب دولة فلسطينية، حزب الله يواصل دك تجمعات ومواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. صحيفة الأخبار اللبنانية في غلاف صفحتها الرئيسية كتبت النازيون يواجهون غزة جراد، العسكريون يمسكون القرار في الإليزي، والدبلوماسيون غاضبون، فرنسا تدخل الحرب العسكرية والسياسة ضد الفلسطينيين. في لبنان ألغام في طريق التمديد لقائد الجيش. صحيفة القدس العربي الاحتلال يرتكب 21 مجزرة خلال ساعات في غزة ويعتقل رضيعات. إضراب شامل في الضفة الغربية اليوم احتجاجا على الحرب في غزة، وصحفيون إسرائيليون يدحضون ادعاءات انهيار حماس. العربي الجديد معارك محتدمة في محاور القتال داخل غزة، والمعتقلون يفضحون الإرهاب الإسرائيلي. الشرق الأوسط جنوب غزة يشتعل ومجلس الأمن مشلول. مراسلو جنوب لبنان نغطي حربا بلا قواعد اشتباك. وصحيفة الشرق الأوسط تستعرض في عددها اليوم خريطة الفصائل الفلسطينية المقاتلة في الميدان. بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبو ظبي، وتضارب بشأن لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي. كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في الصحف، والتفاصيل تأتيكم بعد لحظات من الآن، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى تفاصيل ما أوردته الصحف. كتبت صحيفة الديار اللبنانية أن العالم اليوم سيشهد إضرابا كبيرا للضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف الإبادة المتواصلة في غزة، في الوقت الذي يواصل العدو الإسرائيلي الحرب على القطاع من دون أن يتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها، وذلك بإقرار من واشنطن حليفته الأساسية، التي قال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن هنالك فجوة بين هدف إسرائيل وما نراه في غزة، لافتا إلى أنه عندما تنتهي العملية العسكرية في غزة يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية. وتؤكد تصريحات بلينكن أن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن تتفاقم، رغم استخدام الأخيرة حق النقد الفيتو لمصلحة حليفتها في مجلس الأمن، متصدية لقرار بوقف إطلاق النار، مبررة ذلك على لسان بلينكن بأنه من الممكن أن يتكرر ما حصل، وحماس تؤكد أنها ستكرر ما فعلته. وفي السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان من خلال بياناتها المتتالية استهدافها لمواقع العدو بالأسلحة المناسبة. قالت صحيفة الأخبار اللبنانية أن باريس تستعد الأربعاء المقبل لاستضافة لقاء تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول من الاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان وأستراليا وغيرها، تحت عنوان مواجهة حماس.
ورغم أن الجانب الفرنسي فشل في استقطاب أي دول عربية أو إسلامية لحضور اللقاء، تؤكد باريس أن التواصل والتعاون مع دول عربية وإسلامية قائم ولو من دون إعلان. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة في باريس، قالت فإن هنالك ثلاثة مجموعات في وزارتي الدفاع والخارجية تعمل على بلورة فكرة التحالف الدولي ضد حماس. نبقى في ذات الصحيفة مشاهدين ونقرأ مقال عن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ مدة. وفي هذا الخصوص كتب صاحب المقال: إذا صحت المعلومات حول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية منتصف الشهر الجاري، يعني ذلك أن لبنان على مسافة أيام من التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. وعليه يرى صاحب المقال أن الأنظار تتركز على الحركة السياسية التي تحيط بهذا الملف، بدءا من المواقف الداخلية للتكتل النيابية، مرورا بنتائج التمديد وما يمكن أن ينجم عنه من تطورات، فضلا عن الدعم الخارجي الذي يلقاه عون ويترجمه سفراء الدول الغربية بنشاط مكثف للضغط على نواب للحضور في جلسة والتصويت أيضا للتمديد، تقول الأخبار اللبنانية. القدس العربي قالت إن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة خلال ساعات في غزة واعتقل رضيعات. وأضافت الصحيفة أن غزة عاشت أمس يوما داميا بفعل القصف الإسرائيلي الذي خلف عشرات الشهداء الذين ارتقوا أو ارتفع عددهم منذ بدء العدوان إلى 17,997 شهيد، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قتل 40 جنديا صهيونيا خلال 48 ساعة، وأكدت أنه لن يخرج أسير إسرائيلي واحد إلا بشروطها. ونقلت الصحيفة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك قولهما إن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لغزة 142 من النساء والفتيات من بينهن طفلات رضيعات ونساء مسنات. نطالع في ذات الصحيفة مشاهدين مقال آخر تكلمت فيها الصحيفة على صحفيون إسرائيليون دحضوا ادعاءات حكومتهم حول انهيار حماس، حيث أكد قادة الاحتلال أمس الأحد أن الحرب ضد غزة تحتاج إلى شهور، ورغم حديث جيش الاحتلال عن بداية انهيار وتفكك حركة حماس فإن صحفيين إسرائيليين دحضوا هذا الادعاء وحذروا من التعبئة المفرطة. تحقيق لصحيفة العربي الجديد تطرقت فيه إلى التعذيب والتنكيل الذي تعرض له المدنيين في قطاع غزة منذ أن اعتقلهم جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة في مناطق شمال وشرقي مدينة غزة بعد احتجازهم لعدة أيام في مناطق مجهولة ومن بينهم العديد من الأطفال. وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي سراح بعضا منهم بعد أن قام بالتحقيق معهم وإهانتهم والتنكيل بهم وتعريضهم للتعذيب من أجل انتزاع أي معلومات منهم حول المقاومة أو الأنفاق. وأضافت الصحيفة أن الاحتلال أفرج صباح السبت عن عدد قليل منهم من بلدة بيت لاهية، غالبيتهم من المرضى وكبار السن، في حين أبقى عددا آخر منهم قيد الاعتقال ومن بينهم مدير مكتب الصحيفة في قطاع غزة ضياء الكحلوت الذي اعتقل من منزله مع عدد من أفراد عائلته. الشرق الأوسط مشاهدين أجرت في عددها اليوم حوارات مع عدد من مراسلي وسائل الإعلام العربية والعالمية في جنوب لبنان الذين يغطون الأحداث الجارية في الشريط الحدودي، والذين أوضحوا للصحيفة أنهم يقومون بتغطية الحرب بلا قواعد اشتباك. وقالت الصحيفة أن مجموعة من هؤلاء المراسلين الذين التقتهم وتعرفت إلى نمط حياتهم وطبيعة مهمتهم خلال تغطيتهم اشتباكات جنوب لبنان، بينهم من ترك عائلته وأولاده خلفه كأي جندي حرب، لا يحسد على المهمة الصحفية التي يقومون بها أثناء تغطيتهم الاشتباكات، فحياتهم تقول الصحيفة أخذت منحنى آخر يميل أكثر نحو خطر
الموت، وتوسعت هذه الفرضية إثر استشهاد زميلهم من وكالة رويترز عصام عبد الله، ولاحقا المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري الذين استشهدوا في ساحة الميدان. كما ازداد الأمر تعقيدا مع قرار وكالة الأنباء الأجنبية الانسحاب من أرض المعركة. بعيدا عن العدوان المتواصل في قطاع غزة وتداعياته على المنطقة والعالم، نطالع موضوع آخر للصحيفة عن بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبو ظبي وتضارب بشأن لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي، أين ساد أمس تضارب للأنباء بشأن مواقف على عقد أو الموافقة عفوا على عقد لقاء محتمل بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميتي، وفق ما قالته صحيفة في وقت أقول أفادت فيه بيان أو أفاد به بيان ختامي عن مجموعة الهيئة الحكومية لتنمية إيجاد بتعهد الطرفين الاجتماع في أقرب وقت ممكن. قالت الخارجية السودانية أمس الأحد إن البرهان اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها. على صعيد آخر أضافت الصحيفة لاحت بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبو ظبي بعد إعلان الخارجية السودانية أمس أن 15 دبلوماسيا إماراتيا أشخاصا غير مرغوب فيهم وطلبت مغادرتهم للبلاد. مشاهدينا، كانت هذه جولتنا في الصحافة لنهار اليوم، ختام هذه الجولة في أمان الله.